اي انسان مهما كان عنده اهداف، ولا سيما الطلبه التلاميذ راه تيقراو من اجل واحد الهدف، يعني اللي تيتمثل في الاساس في الاندماج ديالهم في سوق الشغل المستقبل وفي الاندماج ديالهم في المجتمع. هذه ما هي الا محطه من المحطات اللي ستساعد التلميذ يحدد ذاك المشروع ديالو الدراسي اولا، واللي هو متضمن في المشروع يعني ديالو في الحياه بصفه عامه. اذا هذاك الشيء باش المعلومات تكون جد اساسيه بالنسبه له. لماذا؟ لانه مطلوب منه يعرف يبحث عن المعلومه باش يعرف المحيط ديالو، ومن خلال المعرفه ديال المحيط ديالو كذلك سيبحث عن الخصوصيات ديالو باش يلقى هذاك التلاؤم بين الخصوصيات ديالو واللي متوفر في المحيط ديالو. هذه المحطه ديال البعث الاعلامي للمساعده على التوجيه هي محطه من المحطات، راه التلميذ راه يعني انطلاقا من واحد العدد ديال السنوات وبالاساس من الثالثه اعدادي راه تيبحث عن المحيط ديالو شنو فيه، يعني المحيط القريب ديالو هو الدراسه، ومن بعد تدريجيا لان كل بعد الثالثه اعدادي كاين الجدع المشترك هي محطه ثانيه، كاين الاولى بكالوريا محطه ثالثه، كاين الثانيه بكالوريا هي محطه رابعه، ومن تنطلق عاوتاني في بعد البكالوريا عاوتاني راه مجال كبير على البحث عن المعلومه الى اخره. هذا كله باش ان شاء الله تيوصل ذاك الهدف ديالو للاندماج في المجتمع ديالو. اذا بصفه ملخصه نحاول نعطيك فكره على الاهميه ديال التوجيه. هو الاخ ديال السي القديري الامين ديال الجمعيه فرع مكناس فيلات، الامين ديال الجمعيه المغربيه لطرق التوجيه والتخطيط التربوي، ربما يجي تفضيله. أنا كنحاول نبيع على الملتقى سيدار سنويا من طرف كيتسند من طرف الجمعية المغربية لطرق التوجيه والتخطيط التربوي بطبيعة الحال، بالشراكة مع الأكاديمية الجامعية لفنون التكوين من جهة والنيابة مكناس، بالشراكة مع الجلس البلدي ديال مكناس. هاد الفورم اللي تتنظم الجمعية كتحاول ما أمكن باش تستدعي واحد المجموعة ديال المؤسسات عمومية وخصوصية. بطبيعة الحال عندنا على حساب الطلبة ديال التلاميذ هما تيبداو مؤسسات عمومية اللي تيصعب عليهم باش يتواصلوا معاهم أو ياخذوا معلومة، كنحاولوا ما أمكن باش الجمعية كتستدعي المؤسسات كتكون حاضرة بعض الأروقة اللي كيكون لقاء مباشر ما بين التلميذ وما بين المؤسسة، وكتعطي معلومات حول ديك المؤسسة من نوع ديال الدراسة الداخلية الصعوبات الكونفور يعني الكونفور ديال المؤسسة، باش بطبيعة الحال تيجمع واحد المعلومات واحد المجموعة ديال المعلومات باش كيحاول ما أمكن باش يختار فينا هي المؤسسة اللي كتلائم داك التكوين ديالو داك المؤهلات ديالو داك المشروع الشخصي ديالو اللي كنبحت عليه. هو بطبيعة الحال الجمعية الدور ديالها هو هذا تقريبا، كتحاول ما أمكن باش تلبي أو تجاوب على واحد المجموعة ديال التساؤلات اللي هما كيتلاقاوها الأطر ديال التوجيه من المفتشين من المستشارين في القطاعات ديالهم. بطبيعة الحال هذه محطة من المحطات ديال العمل ديالهم والدور ديالهم ك ديال التوجيه بطبيعه الحال. بطبيعه الحال بالنسبه لكل سنه تيكون عندنا تقريبا الفورم اللي تيكون عندنا ما يزيد على بين 35 مؤسسه عموميه، بالنسبه للمؤسسه الخصوصيه تيكون عندنا تقريبا 12 حتى 15 مؤسسه خصوصيه سنويه بطبيعه الحال. اذا كنحاولوا ما امكن باش ديك المؤسسات الخصوصيه تكون مؤسسات خصوصيه اللي داك الدبلوم اللي تيتعطى لهم تيكون اكريديتي، او لي فيليير اللي هما تيدرسوا في ديك المؤسسه يكونوا اكريديتي بار ليطاب ناسيونال. وهذا الملتقى ال11 هو ملتقى من بين الملتقيات، هو اخر ملتقى بالنسبه الى حدود الساعه، نتمنى على الله نستافدوا من هذه الاخطاء اللي تيكونوا بارفوا عند باش يمكننا نزيدوا بهذا الملتقيات ديال الاعلام والتوجيه لخدمه الطالب الاساتذه الاباء واولياء التلاميذ، طبعا شحال المدارس اللي تنقدموا لهم واحد الخدمه وتيكون الحوار بينهم وبين التلاميذ. وشكرا. باش نذكر استاذ انت مفتش في التوجيه ومساعد في الملتقى
الاعلام والمساعده للتجاري. ما فهمتش. عضو في الملتقى الاعلام والمساعده للتجاري. انا بالنسبه ليا عضو الجمعيه المغربيه للتجاري والتجاري 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 امين مال الجمعيه المغربيه للتجاري والتجاري والتجاري والتجاري. كنحاولوا ما امكنناش نجاربوا هذه الميزانيه ديال هذا الفورم اللي كنا نتحرك على ان جميع المؤسسات العموميه اللي كتحضر الا تيكونوا الحضور ديالهم بالمجان كنوفروا لهم اروقه الكرسي تاعو الطبله الخدمات اللي هي ديال المبيت ديال المأكل طيله هاد الثلاث ايام. جميع المؤسسات العموميه بطبيعه الحال اللي هما خارج الكناس خارج الكناس. بالنسبه للمؤسسات الخصوصيه بطبيعه الحال تنقدم لهم واحد الخدمه اذا تتكون بواحد المقابل وذاك المقابل رمزي اللي هو ما تيغطيش تيمكن نقولو تيغطي نسبيا ذاك المصاريف ديال الملتقى وذاك الشيء اللي تيبقى تنحاولو ما امكن باش كنديرو ايام ثقافيه لقاءات ثقافيه لخدمه الطلبه ايام تربويه تيمكن نديروها على الصعيد بطبيعه الحال. شكرا استاذ، شكرا استاذ، شكرا.